أهلا بكم. هل هناك تلازم بين الديمقراطية والتنمية؟ هل الدول الديمقراطية وحدها هي الدول المتقدمة في الاقتصاد ومستوى دخل الفرد والتعليم؟ هل الديمقراطية شرط للتقدم؟ وهل غيابها يعني تخلف الأمم الاستبدادية؟ ثمة وقائع وأرقام وإحصاءات تشير إلى ذلك فعلا، ولكن ثمة وقائع أخرى وأرقام أخرى وآراء أخرى تفيد عكس ذلك تماما. ثمة دول ليست ديمقراطية ومع ذلك حققت تقدما في ملفات التنمية، ونافست بعض الدول الديمقراطية وتفوقت على بعضها الآخر، بل إن ثلثي 15 دولة في العالم ذات معدل الدخل الأعلى للفرد هي دول غير ديمقراطية، كما أن دولا سلطوية استطاعت أن تحقق قفزات في ملفات هامة ومركزية مثل التعليم، وضمت أكبر جامعات في العالم مثل الصين وروسيا وسنغافورة وغيرهم. فهل يعني ذلك إمكانية أن تكون مستبدا ومتقدما؟ وما فائدة الديمقراطية إن لم تكن ضمانة تقدم الشعوب ونجاحها ورفاهيتها؟ وما الدافع من وراء الكفاح من أجلها؟ ثورات ونضالات ومخاضات وحيوات تهدر في سبيل الديمقراطية، فيما يستطيع بعض الطغاة أن يحققوا لشعوبهم ما لم يحققه الديمقراطيون. المزيد عن علاقة الديمقراطية بالتنمية في هذا التقرير. إما الديمقراطية أو التنمية، إما الحرية أو الرخاء، هكذا تتحدث بعض الأنظمة إلى مواطنيها، وتجد ما يبرر تدخلها في شؤون المواطنين في أدبيات سياسية يتبنى أصحابها السردية نفسها، بل ويتجاوز بعضهم إكراه المقايضة إلى زعم التعارض بين الديمقراطية والتنمية بحجة أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى الاستقرار السياسي والنظام. ويرى أصحاب هذه الرؤية أن الاستقرار والديمقراطية لا يلتقيان، خاصة في البلاد النامية الضعيفة، فالديمقراطية تسمح بالمظاهرات والاحتجاجات والإضرابات وممارسة الضغوط السياسية كافة، مما يتسبب في الفوضى ويزعزع الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج، وهو ما يجعل من الدكتاتورية أمراً لازماً لحفظ النظام وتحقيق الاستقرار وتوفير بيئة مناسبة للتنمية. في المقابل يرى آخرون أن الزعم بالتعارض بين التنمية والديمقراطية غير دقيق، وأن استقراء التجارب التنموية المختلفة يكشف عن أن التنمية والديكتاتورية غير متلازمتين. في كتابه الديمقراطية والتحول الديمقراطي يشير جيورغ سورينسون إلى أن الدولة القوية والدولة التسلطية ليستا مترادفتين، موضحاً أن للدولة القوية بيروقراطية فعالة وغير فاسدة ونخبة سياسية مستعدة وقادرة على إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية وسياسات جيدة التصميم تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية، والدولة القوية بهذا المعنى ليست تسلطية بالضرورة. ويقول سورينسون: لا يمكن النظر إلى الديمقراطية والتنمية كمسألتين متباينتين أو متناقضتين عموماً، حتى إن وجدت حالات من النمو السريع في ظل أوضاع تسلطية، فبعض البلدان التي تحكمها أنظمة تسلطية قاسية لم تظهر عليها فوائد التنمية الاقتصادية التي حددها مؤيدو فكرة المقايضة. ويستعرض سورينسون الدراسات المسحية العامة التي حاولت الإجابة عن سؤال المقايضة، ويخلص إلى أنه من المستحيل التوصل إلى مقولة تشبه القانون فيما يتعلق بتأثير شكل النظام على التنمية الاقتصادية. من ناحية أخرى، يرى عزمي بشارة في كتابه الانتقال الديمقراطي وإشكالياته أن الازدهار الاقتصادي في العصر الحديث يعني التمايز بين القطاعين الاقتصادي والسياسي وارتفاع مستوى التعليم ونشوء طبقة وسطى واسعة
وتطور حاجات لدى الناس تتجاوز كفاية حاجاتهم المادية بما فيها كفاية مستوى المعيشة، وفي مقدمتها الحاجة إلى أن تحترم كرامتهم الإنسانية وحرياتهم. وينبه بشارة إلى أن الأداء الاقتصادي الناجع لا يقصي الاحتجاج السياسي تماماً، ومثال ذلك احتجاجات الطبقة الوسطى في كوريا في عام 1987، كما أن الأنظمة السلطوية قد تنشق في زمن الأداء الاقتصادي الجيد. ويخلص بشارة إلى أن النمو الاقتصادي أكثر إدامة للنظام الديمقراطي منه للنظام السلطوي، لأن النمو في حالة النظام السلطوي قد يسهم في إنتاج نقائض النظام. أهلا بكم مرة أخرى، ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي في واشنطن. مرحبا بك دكتور رضوان. أهلا بك. أهلا وسهلا، تشرفت بوجودي معكم. حياك الله دكتور. دكتور، أجرى روبرت مارش مسحا لأداء 98 بلد بين عامي 1955 و1970، واستنتج أن التنافس السياسي الديمقراطي له تأثير كبير على المعدلات اللاحقة للتنمية الاقتصادية، ويتمثل هذا التأثير في كبح معدل التنمية بدلا من تسهيلها. يعني باختصار، يزيد النظام السياسي التسلطي في الأمم الفقيرة معدل التنمية الاقتصادية، في حين يبدو النظام السياسي الديمقراطي بالنسبة يعني إليها ترفا يعيق التنمية. بالإضافة إلى يوسف كوهين، توصل إلى الاستنتاج أو إلى استنتاج مماثل حين درس بلدان في أمريكا اللاتينية. كيف ترى مثل هذه الاستنتاجات دكتور رضوان؟ يعني أولا أنا لا أتفق مع هذه الاستنتاجات. ربما الاختلاف الرئيسي الأولا هو ما هو تعريف التنمية الذي يقصده كوهين والذي يقصده مارش من قبل. هل هي التنمية هي فقط معدل النمو، يعني الجي بي دي باي جروث، أم هو تقريبا، لأن هناك دراسة أخرى وأعتقد الذي نشرتها الفورن بوليسي لهيوز وآخر واثنان آخران، والذين غطى تقريبا 80 بلد حول العالم من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، ووجد أنه لا علاقة طردية تقريبا بين مفهوم التنمية وبين الديمقراطية. ماذا كانوا يقصدون بالتنمية؟ التنمية بشكل رئيسي هي الاستجابة للمآسي البشرية السياسية أو للكوارث الإنسانية بشكل أفضل. بمعنى، وكلنا عشنا تقريبا الآن سنوات وباء كوفيد وما أدى ذلك تقريبا من انحسار في الاقتصاد، من انخفاض في الإنتاجية بشكل كبير، وبالتالي وجدنا أن الدول الديمقراطية لديها قدرة في التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية أو البشرية بشكل أكبر بكثير من الدول ذات نفس نمو معدل النمو وفق التنمية الدولي، ولكن دولة تسلطية أو ذات توجه تسلطي. لأن أيضا الأنظمة التسلطية نطلق عليها ما يسمى الهايبريد ريجيم، يعني أنظمة مختلطة، وبالتالي هي لديها عوامل ديمقراطية ولديها عوامل تسلطية بنفس الوقت. وبالتالي إذا درسنا مقارنة بين ذات الدول التي لديها نفس معدل النمو، هنا ولا أتحدث عن التنمية، لكنها تختلف في النظام السياسي بين نظام سياسي تسلطي وبين نظام سياسي أكثر انفتاحاً أو ديمقراطية، كانت تقريباً معدلات النمو لدى الدول التي لديها نظام ديمقراطي منفتح أكثر بكثير من البلدان الإفريقية أو حتى أمريكا اللاتينية التي لديها نفس معدل النمو لكنها تتسم بنظام منغلق أو تسلطي. طيب إذن يعني هل ترى بأن التعددية السياسية تعزز التعددية الاقتصادية والعكس صحيح أيضا؟ بمعنى، هل الصحيح أنه من دون الحريات السياسية والمدنية لن يشعر المواطنون بالاطمئنان للسعي من أجل أهداف اقتصادية؟ لا، تقريبا النظرية التي تقول أنه النمو يلحق التطور الديمقراطي أو بالعكس، وبالتالي هما مترادفان. على ماذا تبني هذه الحجة الرئيسية، بناها الرئيسية؟
أن تقريباً الديمقراطية هي ليست نظام سياسي منغلق، وإنما هي قدرة للحوار، قدرة لإدارة النزاعات الداخلية بشكل أفضل، وخاصة إذا كان هناك اختلافات إثنية أو عرقية وما إلى ذلك. وبالتالي النظام الديمقراطي يتيح النقاش ويتيح الحوار بين هذه الاختلافات داخل قبة البرلمان أو داخل المؤسسات الأخرى الصحفية أو السياسية، في حين لا يتيحها النظام التسلطي. وبالتالي النظام التسلطي يعزز هذه الاختلافات ويحولها إلى صراعات تنتهي في حروب أهلية، كما وجدنا تماما في فشل عمليات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية. وبالتالي أنا أؤمن تماما أن التعددية السياسية التي تتيح تقريبا النقاش والجدل حول حول القضايا التنموية والبشرية بشكل أو بآخر هي التي تقود إلى تنمية حقيقية، ليس فقط على المدى البعيد وإنما أيضا على المدى المتوسط. نعم دكتور رضوان، كيف يمكن لمستوى المعيشة أن يؤثر على احتمالية الحفاظ على النظام الديمقراطي؟ هل هناك ارتباط، وما هو نوع الارتباط بين المستوى المعيشة ودخل الفرد وبين الحفاظ على النظام الديمقراطي؟ يعني الذي تحدثت عنه ما يسمى مستوى المعيشة هو يرتبط بما بالمصطلح الاقتصادي الأوسع ما يسمى الطبقة الوسطى. وبالتالي مارتن سيمور ليبس العالم الاجتماعي الأمريكي الكندي الذي تقريبا الذي تعود إليه ما يسمى نظرية المودرنايزيشن ثيوري أو نظرية التحديث، والذي قال إنه كلما اتسع حجم الطبقة الوسطى كلما قاد ذلك إلى تحول ديمقراطي. درس تقريبا هو التحول الديمقراطي في الفلبين بعد الدكتاتور ماركوس، ودرس أيضا التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية التي عانت من تقريبا حكومات عسكرية حتى بداية الثمانينات، ووجد تقريبا أن اتساع مستوى التعليم، اتساع ما يسمى القدرة الشرائية للمواطنين، وكل ذلك تقريبا يرتبط بما يسمى اتساع حجم الطبقة الوسطى، فإن ذلك يقود بشكل أو بآخر إلى التحول الديمقراطي. ولذلك الذي ذكرته أن مستوى المعيشة، نعم تحسن مستوى المعيشة، النظرية التي قالها لبست بشكل أو بآخر أنه عندما يتحسن مستوى المواطن وبالتالي ينتقل من التفكير من النيد من الاحتياجات الرئيسية إلى الوانت مما أريد، وبالتالي مما أبحث عنه وهو بشكل رئيسي يبحث عن مزيد من الحريات السياسية، يبحث عن قول في تشكيل حكومته، ويبحث عن رأي وأن يكون له رأي تقريبا في اختيار رئيسه أو في اختيار البرلمان أو الاختيار على الأقل الممثلين الذين يمثلونه في البرلمان أو حتى على مستوى الولاية. نعم طيب، ما هي العوامل التي تؤثر على أداء السياسة الاقتصادية في المراحل الأولى من عمليات الانتقال الديمقراطي؟ ففي حالة الثورات أو الانتفاضات التي قامت بالأساس على مطالب اقتصادية واجتماعية مثلا، تكون الناس في حالة ترقب شديد للشعور بتطور الحالة الاقتصادية وانعكاسها عليهم بشكل مباشر وسريع، فكيف تؤثر حالة التطور بهذا المعنى على اصطفاف الناس إلى جانب الديمقراطية الوليدة؟ هل ستتعزز لديهم الفكرة الديمقراطية أكثر ويزيد إيمانهم بها؟ يعني هذه مسألة إشكالية، وأعتقد تقريبا لذلك مارتن ليبس تحدث عن ما يسمى البريكويزيت، يعني الشروط المسبقة للتحول الديمقراطي، إنه حتى ولو كان هناك حجم طبقة وسطى مناسب للتحول الديمقراطي أحيانا لا ينجح هذا التحول الديمقراطي، وربما وجدنا ذلك في تونس في النقوص عن التحول الديمقراطي بعد 9 أو 10 سنوات تقريبا من بداية التحول الديمقراطي الناجح نسبيا في تونس في عام 2011، وذلك يعود بأسباب رئيسية. أولا توقعات الناس من الحياة الديمقراطية أن يكون هناك تحسن كبير في الحياة الاقتصادية، تحسن كبير تقريبا في العلاقات الاجتماعية والعلاقات السياسية، لكن الديمقراطية بالنهاية ليست عملية سياسية سهلة. العملية الديمقراطية يعني عملية معقدة تحتاج إلى وسائل، وتحتاج تقريبا إلى من يحمل هذه القيم ويطبقها على أرض الواقع. ولذلك تقريبا الكثير من الدول حتى من يكون لديها طبقة وسطى تؤهلها لتحول ديمقراطي تفشل، وهذه أحد الانتقادات التي وجهت إلى نظرية ليبست وخاصة من قبل هنتينغتون الذي قال إنه يجب أن تسبق تقريبا حجم الطبقة الوسطى ما يسمى بناء المؤسسات. المؤسسات يكون لديها دور في تأطير عملية التحول الديمقراطي
كي تكون كما ذكرت تماما، كي توجه تقريبا انشغالات الناس وأسئلتها باتجاه التحول الديمقراطي، باتجاه تعزيز مستوى التنمية وبنفس الوقت تعزيز عملية التحول الديمقراطي بشكل تقريبا متقارب ومضطرد. طيب، هذا يقودنا إلى الحديث عن ما الذي يساعد البلدان التي لتوها انتقلت إلى الديمقراطية أو ما زالت في طور التحول الديمقراطي، ما الذي يساعدها على تحسين أوضاع الجمهور الاقتصادية؟ هذه المسألة حساسة ويرتفع فيها منسوب التأمل أو الأمل، وأيضا سرعان ما يصابون بخيبة أمل. إذن ما المطلوب من هذه التجارب الديمقراطية الوليدة أو التي ما زالت في طور التحول الديمقراطي في إرضاء الناس من الناحية الاقتصادية؟ يعني هذا ما قلته، ما يسمى مسؤولية النخب السياسية على إدارة التوقعات بالنسبة للناس، أن التحول الديمقراطي لا يعني بين يوم وليلة سوف يكون هناك نظام ديمقراطي جيفرسوني، يعني نسبة إلى الديمقراطية الأمريكية الجيفرسونية التي هي تقريبا الأطول في عهد في العالم اليوم، أكثر من 250 عاما تقريبا عمر الديمقراطية الأمريكية بدون انقطاع، حتى في ظل أزمات عميقة مثل الحرب الأهلية التي راح ضحيتها أكثر من 600 ألف شخص. يجب أن لا يتوقع الناس أننا بين يوم وليلة تستطيع أي دولة أن تبني هذه الديمقراطية الجيفرسونية، لكن وبالتالي هنا مسؤولية النخب في إدارة التوقعات لدى الناس، وبنفس الوقت يجب أن يكون هناك حد أدنى من تقريبا التركيز على الوضع الاقتصادي بوصفه أولوية. وهناك أيضا دور مثل العوامل الخارجية، يعني الآن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، يجب أن تساعد هذه البلدان أيضا في أزمات التحول، في التحول الديمقراطي. يعني غالبا ما يركز على الدور السلبي لهذه المنظمات فيما يسمى المشروطية السياسية، لكن بشكل أو بآخر تلعب هذه المشروطية السياسية دورا في دفع عملية التحول الديمقراطي وفي إجبار النخب على بناء ما يسمى الميثاق الوطني المشترك بين كل أطيافها والأيديولوجيات السياسية، على أنه يجب احترام المؤسسات الديمقراطية ويجب عدم النقوص عنها. وعودة تماما إلى تونس، يعني تونس جرأ النقوص عن التحول الديمقراطي، وبالتالي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات المانحة الدولية الآن تتلكأ في إعادة إعطاء المنح أو المساعدات إلى تونس ومساعدتها على تجاوز تقريبا محنتها الاقتصادية، وهذا ما عاد تونس تقريبا إلى المربع صفر. طيب، أتيت على ذكر النخب السياسية، وهنا يثور سؤال: ما وجه العلاقة بين توفر نخب سياسية متماسكة في بداية عملية الانتقال الديمقراطي وبين الازدهار الاقتصادي؟ هل هناك علاقة بينهما؟ يعني أيضا هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى دور النخب السياسية البوليتيكال إليت في دورها في إدارة عملية التحول الديمقراطي، وأعتقد أنه معظم الدراسات تتفق على أن هناك دور رئيسي لهذه النخب في إدارة وتقريبا وحتى بعض الدراسات التي لا تركز على مفهوم النخب بشكل أو بآخر فإنها تركز على ما يسمى الليدرشيب، القيادة، بمعنى أنه عدم وجود جيفرسون على سبيل المثال أو جورج واشنطن في الولايات المتحدة لم تكن لتنجح الديمقراطية الأمريكية. بنفس الوقت لو لم يكن هيلموت كول في ألمانيا لم يستطع توحيد الألمانيتين بشكل أو بآخر بشكل ناجح، وتصبح الآن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا. وبالتالي هناك تركيز كبير ورئيسي على ما يسمى دور القيادات ودورها بشكل أو بآخر في إدارة عملية التحول وفي إدارة التوقعات لدى الناس، في جعل أولوية الإصلاح الاقتصادي أولوية وبنفس الوقت عدم التنازل عن الإصلاحات السياسية. بمعنى كل القادة الذين ذكرتهم لم يقوموا تقريبا كما قام بعض القادة العرب مثل قيس سعيد أو غيرهم بالنقوص عن التحول الديمقراطي والقول أنه يجب أن ننجح في عملية الازدهار الاقتصادي بغض النظر عن الإصلاح السياسي، لا بالعكس تقريبا استطاعوا إدارة الملفين بشكل أفضل، وأعتقد هذا هو الدور الرئيسي للقيادات في عملية التحول الديمقراطي. نعم. طيب، إذا ما اتخذنا منحى نظري أكثر، فقد نجد أن هناك فروق واضحة شبه متفق عليها في العلوم الاجتماعية، أن الدولة القوية لا يعني بالضرورة أن تكون ديمقراطية أو سلطوية،
وأن الدولة الضعيفة لا يعني أنها أيضا ديمقراطية أو سلطوية. بالتالي هل أحيانا المسألة متعلقة بقوة الدولة ومؤسساتها بالتنمية الاقتصادية بدلا من طبيعة النظام السياسي سواء ديمقراطي أو نظام سلطوي؟ يعني هناك مؤشر كبير جدا فيما يتعلق بقياس قوة الدولة أو ضعفها، وما هي المعايير التي على أساسها تقريبا نصنف الدول على وصفها قوية ودول أخرى بوصفها ضعيفة. أعتقد أن هناك كتاب مبكر لعبد الله العروي في كتاب مفهوم الدولة قال على سبيل المثال أن الدولة العربية ضعيفة لكن الجهاز هو القوي، وليقصد بذلك الجهاز سواء في المخزن في المغرب أو في المشرق العربي هي أجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات، وبالتالي هذه تكون تقريبا الجهاز قوي لكن مؤسسات الدولة ضعيفة. وأعتقد هذا هو التوصيف الدقيق في منطقتنا العربية، ولذلك وجدنا حتى في دول عريقة ولديها تاريخ تقريبا عريق في ما يسمى الدولة المركزية مثل مصر، عندما تقريبا تم إجبار حسني مبارك على التنحي لم تستطع مؤسسات الدولة إدارة التحول، وإنما عادت بشكل أو بآخر، ولم يتم احترام المؤسسات بشكل أو بآخر أو الدستور الذي وضعه مبارك وحكم عليه على مدى 30 عاما، وإنما تم تقريبا رهن كل مؤسسات الدولة إلى الجيش وإدارة قوات مسلحة، ووجدنا تخبطا كبيرا في إدارة التحول الديمقراطي حتى في النهاية فشل وتم العودة إلى الحكم العسكري. أقول بذلك أنه الحكم على الدولة كونها قوية أو ضعيفة هو تعتمد على المعايير التي يتم تحديدها وفقا لذلك، وأنا أتفق تماما أن المؤسساتية هي عامل مهم تماما في إدارة التحول الديمقراطي وفي نجاح التنمية، لأنه يعني كتب الكثير على سبيل المثال أنه في المؤسسات الديمقراطية من الصعب أن تخاض الحروب بشكل عشوائي أو أن تتخذ قرارات بين يوم وليلة، كما نجد في العالم العربي، يعني يصحو الحاكم في اليوم الثاني يقرر أن يغزو الكويت كما حدث مثلا مع صدام حسين، لكن في الدول الديمقراطية من المستحيل أن يتم ذلك لأن هناك فرملة للقرارات الشخصية والفردية، وهذا بشكل أو بآخر يعزز ما يسمى المصلحة العامة للشعب والمصلحة أخذ بعين الاعتبار ووضعها كبوصلة وحيدة ورئيسية لاتخاذ القرار النهائي. نعم، طيب، يعني ذهب الدكتور عزمي بشارة في كتابه الأخير الانتقال الديمقراطي وإشكالياته للقول بأن النمو الاقتصادي أكثر إدامة للنظام الديمقراطي منه للنظام السلطوي، لأن النمو في حالة النظام السلطوي قد يسهم في إنتاج نقائض أو نقيض النظام. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ بمعنى ما العلاقة بين النمو في الأنظمة التسلطية وإنتاج نقائض للنظام السلطوي وبين أنها أكثر إدامة للنظام الديمقراطي؟ يعني شكرا لك لأنه ذكرت هذا الكتاب، لأنني أعتقد فعلا أن هذا الكتاب من أعمق الكتب التي كتبت بالعربية عن التحول الديمقراطي، وميزة هذا الكتاب أنه أخذ حتى نظرة نقدية لأهم النظريات التي تحدثت عنها وأشرت لها، وخاصة نظرية التحديث التي أسسها مارتن ليبسيت. يعني بشارة يعتقد بشكل أو بآخر أنه ليس بالضرورة أن هذه النظريات يمكن أن تنطبق على المنطقة العربية، وأفضل مثال على ذلك هو دول الخليج. على سبيل المثال دول الخليج لدينا طبقة وسطى تقريبا واسعة جدا بسبب تحسن الدخل وبسبب النمو الاقتصادي الكبير بسبب عائدات النفط والدولة الريعية، لكن بالرغم من كل ذلك لم يقود ذلك إلى تحول ديمقراطي حقيقي في دول الخليج، وبالتالي هناك هذا يظهر بشكل أو بآخر نقائص لنظرية التحديث التي ربطت تماما بين التحول الديمقراطي وبين حجم الطبقة الوسطى، وهذا ما يقصده تماما الدكتور عزمي بشارة في كتابه، أنه أحيانا النمو تولد نقائض لعملية التحول الديمقراطي، ولذلك يجب أخذ هذا بعين الاعتبار. طيب، إذا لم يكن هناك علاقة ترابط عميق بين
شكل النظام السياسي سواء كان سلطوي أو ديمقراطي وبين مخرجات التنمية بسبب طبيعة الفروقات بين أنماط الديمقراطية ذاتها وبين أنماط النظم التسلطية ذاتها. هنا يثور السؤال، إذن هل تستحق الديمقراطية تجشم كل هذا العناء؟ أنا أعتقد وما زلت أعتقد أن هناك علاقة حقيقية ومباشرة بين الديمقراطية وبين تحقيق التنمية. وهناك لا أقصد بالتنمية فقط معدل النمو أو ارتفاع معدل دخل الفرد الوسطي، وإنما بشكل أو بآخر التنمية السياسية والتطور الصناعي والتكنولوجي وتحسين مستوى حياة الناس وتحسن مستوى التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية، كلها أعتقد ترتبط بشكل أو بآخر بالنظام الديمقراطي. ربما الحالة الوحيدة التي تؤخذ على من يؤمنون بهذه النظرية هي حالة الصين، إن الصين حققت تقريبا نمو مذهل للنمو الاقتصادي، وبنفس الوقت لم يتحول نظامها التسلطي أو النظام الشيوعي أو نظام الحزب الواحد الشيوعي نحو انفتاح أكثر سياسي أو ديمقراطي. يعني حققت تقريبا انفتاحا اقتصاديا بشكل أو بآخر، وحققت حد أدنى مما يسمى حكم القانون خاصة في ما يسمى المسائل الاقتصادية، لكنها لم تحقق أي انفتاح بما يتعلق تقريبا فيما يتعلق بالشروط السياسية. أعتقد أن الصين هنا حالة استثناء يثبت النظرية وليس العكس، لأن الصين تقريبا السوق الاقتصادي الخاص بها هو كبير جدا، وبالتالي لديها أكثر من مليار نسمة تستطيع إدارة اقتصاد داخلي بشكل أو بآخر بغض النظر عن علاقاتها مع دول الجوار. وبنفس الوقت يجب أن ننظر على المدى الطويل، يعني الصين تقريبا ونجد الآن ما يسمى البقع الديمقراطية التي تنمو داخل الصين سواء في هونغ كونغ أو في مكاو أو في تايوان التي كانت ملحقة بالصين والآن أشبه بدولة مستقلة، كل ذلك هذه البؤر سوف تعزز بشكل أو بآخر التحول الديمقراطي في الصين على المستوى البعيد. ولذلك أعتقد التعثر الآن في النمو الاقتصادي أن التجربة الصينية وصلت إلى نهايتها بشكل أو بآخر، لا تستطيع النمو بشكل أكبر ولا تستطيع أن تحقق نفس معدلات النمو السابقة 7 أو 8%، وبنفس الوقت لا تستطيع الانفتاح السياسي. بالعكس نجد تحت حكم الرئيس هي جين بينغ الرئيس الصيني الحالي تخليده تقريبا، والتي جعله رئيس مدى الحياة، وهذا يخالف كل ما سار عليه الأمناء السابقين للحزب الشيوعي الصيني. وبنفس الوقت إدخال مواد تقريبا تعزز ما يسمى الكولتشر كولد، يعني الثقافة التمجيدية للشخص والتي موجودة بشكل كبير في كوريا الشمالية. وبالتالي أنا أعتقد أن الصين هي حالة استثناء تثبت النظرية ولا تنفيها. شكرا دكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، على مشاركتك معنا في هذه الفقرة. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود لنواصل الحديث عن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، فابقوا معنا. تحتاج التنمية إلى فائض اقتصادي، وهو الفائض الذي يمكن استثماره أو استهلاكه، فإما أن يكون الحاكم مستبداً فيفرض الحد من الاستهلاك ويحقق التنمية، أو يكون ديمقراطياً فيجنح إلى سياسات الاستهلاك والرفاهية حتى يرضي ناخبيه ويحصل على أصواتهم، ما ينعكس بالسلب على التنمية الاقتصادية. هكذا يتحدث أنصار نظرية المقايضة في محاولة للإشارة بين ما يعدونه تضاداً بين التنمية والديمقراطية لأسباب اقتصادية. في كتابه الديمقراطية والتحول الديمقراطي يشير جيورغ سورينسون إلى أن الاستنتاج بأن ثمة تناقض حاد بين النمو والرفاه ليس بالدقة التي يبدو عليها في الوهلة الأولى. فعلى سبيل المثال، يشكل الإنفاق العام على مجالات مثل الصحة والتعليم استثماراً في رأس المال البشري الذي يحسن في الوقت ذاته الرفاه لجماعات كبيرة من السكان. ويقول سورينسون: إن كنا قادرين على الحصول على نمو ورفاه متزامنين
تصبح الحجة التي تصب في مصلحة التسلطية بسبب جنوح الديمقراطية إلى تعزيز الكثير من الرفاه ضعيفة جداً. ويضيف: في واقع الأمر قد لا يكون الخيار بين النمو والرفاه، وإنما بين نوعين مختلفين من سياسات الاستثمار، إحداهما تدعم الرفاه والأخرى لا تدعمه. وبطبيعة الحال يمكننا القول إن الحكومة الديمقراطية ستدعم على الأغلب السياسة الأولى، أما الحكومة التسلطية فستدعم على الأرجح الأخرى. ويخلص سورينسون إلى أن النظام الديمقراطي وحده هو القادر على توفير بيئة واعدة تزدهر في ظلها التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أن التعددية السياسية والتعددية الاقتصادية تعزز إحداهما الأخرى، كما أن التدقيق في مخرجات التنمية للأنظمة التسلطية مقابل الأنظمة الديمقراطية يكشف عن أن الأغلبية العظمى من الأنظمة التسلطية تنتمي إلى مجموعتين أقل جاذبية، إما أنظمة تدفع بالنمو قدماً ولكن ليس بالرفاه، أو أنظمة لا تدفع قدماً بأي منهما ولا تجعل من التنمية الاقتصادية هدفاً لها، فهدفها النهائي هو إثراء النخب الحاكمة والمسيطرة. أهلا بكم مرة أخرى، ضيفنا في هذه الفقرة الباحث في التنمية الاقتصادية ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس، الأستاذ رجا الخالدي. مرحبا أستاذ رجا. مرحبا، حياك الله. أهلا فيك سيد الكريم. يعني يذكر في سياق مقارنة عدد من الباحثين بين الهند والصين الدولتين المتشابهتين، نلاحظ الصين الدولة التسلطية حققت معدلات نمو وتنمية أعلى من الهند الديمقراطية، رغم أن عدد من الباحثين كان لهم حجة بالقول أن الدول الديمقراطية أعلى في التنمية الاقتصادية، أي يعني في النمو والرفاه الاجتماعي، لأنها ستخضع لمطالب الناخبين التي تدفعهم إلى تقديم فوائد ملموسة، وبالتالي تعطي الأولوية للرفاه العاجل بدلا من إعطاء الأولوية لأهداف الاستثمار والنمو الطويل الأمد، ما يعني لماذا فشلت هنا الدولة الديمقراطية في مقابل الدولة التسلطية في تحقيق التنمية في نماذج كثيرة. شكرا لهذا السؤال الكبير، وحقيقة ربما كبير أكثر من اللازم، لأنه يعني جوابي البسيط هو لم تفشل، يعني بالعكس، يعني ما بفكر أن هذه الدول أو الدولتين اللي ذكرتها على الأقل، أو الدولة الصينية اللي صنفتها كتسلطية، ربما حققت نمو تنمية أفضل لشعبها من الهند. ربما بالعكس، أنا أقول يعني مع كل الفقر والبؤس اللي نعرفه في الدولتين، هناك ربما الجانب الديمقراطي في تاريخ الهند على الأقل، أقل اليوم في النظام الحاكم اليوم، لكن يعني يضيف قيمة إنسانية على معنى النمو أو على طبيعة النمو. وهون يعني حقيقة يعني أسئلتكم يعني كتير يعني مهمة، محاولة الربط بين الديمقراطية أو استكشاف الترابطات بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، لكن في لازم بالبداية أفكر نعرف بشكل واضح شو يعني لما نتحدث عن الديمقراطية، يعني ماذا نقصد بالذات؟ ديمقراطية برلمانية، ديمقراطية الاشتراكية، يعني التعددية، أنظمة اللي هي فيها تعددية معينة ربما ليست من خلال الانتخابات. هل هناك فرق سيدي الكريم يعني في تحقيق التنمية بين أنماط الديمقراطية المتعددة؟ هل هناك فرق إذا كانت الديمقراطية اشتراكية أو ديمقراطية برلمانية أو رئاسية أو إلى آخره؟ هل يعد ذلك فرقا جوهريا في تحقيق التنمية أو عدم تحقيقها؟
يعني السؤال بالأول نرجع إذن لسؤالك الأصلي، إنه هل الديمقراطية شرط ضروري لتحقيق التنمية؟ نعم، يعني ببساطة أكيد، لكن لا يعني شرط، ليس شرط كافي، وهذا جدا كمان مهم. بالتالي أي ديمقراطية لأي تنمية بيصير السؤال، يعني هل التنمية بتعريفنا هي تنمية للجميع، تنمية ما تسمى بالتنمية البشرية اللي هي أوجهها كثير أكثر متعددة من النمو أو دخل الفرد، في إلها أوجه أخرى اجتماعية سياسية أيضا. فبالتالي يعني التنمية، يعني تعدد المؤشرات لقياس التنمية والمفاهيم للتنمية والشروط لتحقيق التنمية تختلف، أنا بتقديري أكثر تختلف بين نظام السوق الرأسمالي يعني وتحقيق التنمية ضمن نظام السوق الرأسمالي، أو مقارنة بتحقيق أو محاولة تحقيق التنمية في سياق السوق الديمقراطي أو الاشتراكي حتى، يعني المركزي أو الديمقراطي يعني. وعندنا تجارب يعني من هذا ومن ذاك يعني، وحقيقة بالتالي يعني السوق الرأسمالي بدون الديمقراطية قد يحقق التنمية، والصين هو المثال على ذلك. والديمقراطية بدون سوق رأسمالي يعني صعب أيضا، فبالتالي يعني يمشون مع بعض، لكن الديمقراطية مع السوق الاجتماعي أو السوق الاشتراكي ممكن. ربما التجارب ليست كافية لنقيسها بشكل جيد، الاتحاد السوفيتي والصين وفيتنام وهي التجارب لازم دراستها على فكرة على جنب، يعني صعب تقارنها لأنها هي دول الحزب الواحد والحزب الشيوعي الواحد، وهي التجربة لحالها يعني ربما نقارن كوبا بالاتحاد السوفيتي بالصين بفيتنام ونجد اختلافات كبيرة في المسار وفي النتائج. يعني روسيا بالآخر أصبحت روسيا، لم تعد يعني انهارت الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، بينما ازدهر الحزب النظام الشيوعي، النظام الشيوعي الحاكم في دولة في الصين، حيث السوق أكثر فأكثر سوق رأسمالي موجه، خلينا نسميه مش سوق اشتراكي موجه. وكوبا أيضا يعني، فبالتالي خلينا نوضع هدول على جنب لما نتحدث عن التسلطية، أو مش على جنب، نصنفهم مع بعض، وربما نحكي عن الأشكال الأخرى للأنظمة التسلطية اللي حسب يعني تعريفك. طيب. نعم، أيضا يعني بعض الباحثين يذهب إلى القول أنه بالقدر الذي يمكن أن يحققه النظام التسلطي من نمو سريع، فإنه ينطوي أيضا على قدرة على ارتكاب أخطاء فظيعة، بل والتمادي في ارتكابها، كما حدث من خلال ما يسمى بالقفزة العظيمة إلى الأمام التي انطلقت عام 58 في الصين. السؤال، ما هو وجه الترابط بين هذا وما الذي يسمح أساسا بالوقوع في مثل هذه الأخطاء؟ يعني أيضا هنا أركز على أنه المثال اللي ذكرته يمكن مش أفضل مثال، لأنه عم تحكي عن الصين الشيوعي في أول عهد شيوعي في الصين، وحقيقة ليس فقط في الخمسينات ارتكبت مثل هذه الأخطاء، لكن في الستينات وما بعد ذلك ارتكبت أخطاء في إدارة الاقتصاد من خلال الحزب الحاكم الواحد والنظام الاشتراكي المثالي، خلينا نسميه نظري. ونفس الشيء بالاتحاد السوفيتي بالعشرينات والثلاثينات، الإخفاقات المخيفة وفيما بعد في التصنيع، في كل بناء القطاع التصنيع السوفيتي وما إلى ذلك من إنجازات المشروع، يعني يعتبر لديهم إنجازات مهمة في توفير المسكن، في توفير الوظائف، في توفير الدخل للجميع إلى آخره. يعني رغم ذلك الإخفاقات أكثر من النجاحات، فبالتالي يعني فشل معظم تجارب السوق الاشتراكي المركزي أدت إلى اختراع الصيني بالحفاظ على الحزب النظام الحزب الواحد، والسماح محاولة يعني خوض التجربة الرأسمالية
والعولمة والتحرر التجاري وإلى آخره، لكن بوجود نظام يضمن بقائه سياسيا في نفس الوقت. وهذه تجربة فريدة يعني حقيقة. إذن يعني هل بالضرورة أن تحقيق معدلات من النمو السريع في ظل أنظمة تسلطية يقود إلى تنمية اقتصادية؟ لا أبدا. بالعكس يعني يعني خلينا ندخل شوي بمفهوم التنمية عشان يكون عندنا مقياس لموضوع الديمقراطية. أنا بفكر يعني التنمية الناجحة تتضمن زي ما قلت مش بس مؤشرات كثيرة غير اقتصادية. التنمية الناجحة والعادلة تتسم بحيز كبير من الحرية، من الحريات، حريات الإنسان الفردية والجماعية والنقبية وفي التعبير وفي التعبير، يعني بدون هذه الحرية بغض النظر عن نظام الحكم. يعني إذا بنقدر نتخيل السماح بحريات الفردية بما في ذلك نقد الحكم، بما في ذلك الحريات السياسية، يعني كل الحريات السياسية، من يعني السياسية وغير السياسية والتجمعات والحريات التعبير عن الذات والثقافة، يعني كل هاي الأمور إذا كان مسموح، يعني ممكن إذا كان ممكن تخيل توفر هذه الحريات دون بالضرورة وجود نظام ديمقراطي برلماني انتخابي لآخره، أنا بتقديري التنمية قابلة للتحقق. يعني التنمية المنقوصة يعني ناقصة النظام يعني الديمقراطي، فأنا برجع بقول الموضوع ليس بالنظام الديمقراطي بقدر ما هو بحيز الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية يعني المتاح. أنت ترى بأن هذه المعايير، معايير حقوق الإنسان والحريات السياسية والمشاركة السياسية، هذه معايير داخلة في التنمية، يعني تقاس التنمية أيضا بهذه الجوانب السياسية. يعني شوف برضو نرجع للتعريفات لمفهوم التنمية. يعني في خلينا نعتمد واحدة من المؤشرات الشائعة اللي هي مسألة اللي هو مصطلح التنمية البشرية human development، اللي هو مصطلح طوره الأمم المتحدة برنامج التنموي المائي للأمم المتحدة. وهي التنمية البشرية في له مؤشر يعني يتم قياسه سنويا لجميع الدول العالم. وخلينا ناخذ بس الدول العربية على سبيل المثال. هلا التنمية المؤشر التنمية البشرية أساسا يستند إلى مؤشرات، هو مؤشر يعني هو مش نسبي، هو مؤشر يعني كل ما ارتفع كل ما التنمية أكثر، ويستند أساسا إلى مدخلات إحصائية خاصة بالأعمال بالبطالة والدخل الفرد من الناتج المحلي والتعليم على ما أظن والصحة، تقريبا هاي المدخلات الرئيسية، لكن ولا تقيس الحوكمة. وما حكيناش بعدنا عن الحوكمة، بس الحوكمة ربما بتقديري كاقتصادي هو المفهوم اللي لازم نحاول نشوف مدى ارتباط الحوكمة الرشيدة والجيدة بالتنمية وليس النظام الديمقراطي أو لا، ممكن نرجع له. بس في دراسة عملتها الأمم المتحدة ببيروت، لجنة اقتصادية لغرب آسيا أسكوا قبل 3-4 سنوات، وأخذوا قائمة الدول العربية بمؤشرات التنمية البشرية المجردة، وهنا يعني جميع الدول العربية تحت 50%، بينما دول اسكندنافية وأمريكية في 80-70 يعني قريب 90. جميع الدول العربية بدون استثناء، يعني أعلى دولة عربية حسب هذا التصنيف الأمم المتحدة في التنمية البشرية هي قطر، ثم الإمارات، ثم الكويت، ثم عمان، ثم بحرين وإلى آخره. يعني فلسطين تأتي بالنص بنسبة 78-68. طبعا هاي المؤشرات زي ما قلت هاي المؤشرات فقط قياس التنمية من خلال المؤشرات الاقتصادية.
عندما نصنف حالة الحوكمة اللي هي تتضمن الديمقراطية لكن أيضا تتضمن التنظيم، القوانين، التشريعات، المشاركة، يعني تتضمن شفافية البيع الاستثماري، كل هاي الأمور اللي لها علاقة بحوكمة الاقتصاد وحوكمة البلد. عندما نضيف أو نوزن المؤشر التنمية البشرية العربي بمؤشر الحوكمة اللي كل مؤشرات الحوكمة دون 50%، عفواً أنا قبل نعم. أنا قلت مؤشرات الـ HDI، لا الـ HDI حوالي، مثلاً خلينا نأخذ قطر، الـ HDI تاع قطر 85% بدون الحوكمة. عندما نقيسها مقارنة بالحوكمة تنخفض النسبة إلى 74. يعني نسبتها في الحوكمة 48، نسبتها في التنمية البشرية يعني الاقتصادي 85، لما تدمج اثنين يعني. فبالتالي هذا دليل، وهذا ينسحب على جميع طيب. الدول العربية. نعم. فهذا دليل على أهمية الحوكمة الجيدة في التنمية الجيدة. بما أنك ذكرت يعني الدول الخليج، إذا كان المحدد الأساسي لمستوى المعيشة هو دخل الفرد للحفاظ على الديمقراطية، فأيضا الدول الريعية مستوى دخل الفرد فيها عال جدا، لكن أغلب هذه الدول ليست ديمقراطية كما الحال في الخليج مثلا، وبالتالي لماذا لا تنتج ديمقراطية أو تنتج ديمقراطية في ظل الدولة الريعية؟ لا تحتاج الديمقراطية، يعني طالما الدولة تستطيع أن ترضي مواطنيها بشكل أو بآخر، ترضيهم يعني توزع جزء من الريوع في الحالة اللي انت ذكرتها بشكل منصف وبشكل شامل بدون التخلي عن تحكمها بالحكم، لماذا ما هو الدافع للانتقال نحو الديمقراطية؟ يعني ونفس الشيء حتى في فلسطين، يعني في فلسطين إذا سمعتوا عن مصطلح الاقتصاد، السلام الاقتصادي الإسرائيلي، الفكرة هنا إنه استبدل حقوقك وحتى نظامك الديمقراطي، يعني وغض النظر عن فقداني أو عن عدم إمكانية تحقيق ولا الدولة الفلسطينية ولا نظام ديمقراطي يعني بسبب الاحتلال والآخرة، لكن خذ مقابل ذلك حياة كريمة نسبياً، وظائف، مساعدات دولية عربية الأخرى، يعني هذه المقاربة شبيهة بمقاربة الدول الريعية. طيب هل ثمت مفاضلة بين نمط الديمقراطية، أي ديمقراطية تهيمن عليها النخبة، وبين الديمقراطية الاجتماعية من حيث تقديم تنمية اقتصادية؟ ليس بالضرورة، يعني طالما المواطنون راضون عن حالتهم المعيشية، النظام رح يكون أكيد النظام النخبوي الديمقراطي، من أنت سميتها ديمقراطية، يعني بعرفش إذا في ديمقراطية تهيمن عليها النخب، إذا يعني لم تعد ديمقراطية إذا في هيمنة نخب، لكن إذا افترضنا إنه النظام النخبوي رح يكون مجبور إنه يتعاطى مع الشعب بشكل أو بآخر، يعني بده يعرف يلتمس حقوقهم وحاجياتهم ومطالبهم، بالتالي ستخضع على حد ما لمطالبهم. وبينما يعني حتى في أنظمة الديمقراطية يعني الاجتماعية المثلى زي في السويد في اسكندنافيا في نحو النخب، يعني ما لازم نعتبر أنه عشان في عدالة اجتماعية فيش نخب رأسمالية، نخب حزبية، نخب إثنية عرقية تسيطر على النظام أو تؤثر، ربما لا تسيطر تماما، لا تؤثر بشكل أكبر من غيرها على النظام السياسي. فيعني يعني أنا بفكر النظام المسألة الأساسية إلى أي مدى هذه الأنظمة تلبي حتى بدون يعني نظام ديمقراطي تلبي احتياجات يعني الشعوب. لا أعتقد أنه نظام تسلطي أو نظام نخبوي يستطيع أن يقيس بشكل جيد مستوى الرضا عند الشعب عن هذه السلطة. طيب واحتياجاتها الفعلية. طيب على ماذا تقوم
آفاق التنمية الاقتصادية في الأنظمة الديمقراطية فيما يتعلق بإدخال تحسينات اقتصادية تنفع المحرومين تحديداً والمهمشين؟ يعني النظام الديمقراطي، الأنظمة البرلمانية الديمقراطية في الغرب، في أوروبا، في الولايات المتحدة، في كندا، دول الـ OECD بما في ذلك حتى إسرائيل، اللي هي يعني تستجيب إلى هناك تداول للسلطة من خلال الانتخابات. هذه ما يؤثر في هذه الدول فيما يتعلق بالتنمية هي السياسة، العقيدة الاقتصادية الحاكمة وليس العقيدة السياسية الحاكمة. يعني بمعنى الولايات المتحدة أحسن مثال، أهون مثال، في أيام إدارة الجمهوريين تحت ترامب كان هناك سياسة اقتصادية معينة، اليوم أجت اللي هي سياسة تعتمد على يعني أفكار وأيديولوجيات معينة في بالنسبة لدور الدولي في الاقتصاد، بالنسبة للشركات الكبرى والضرائب وإلى آخره. أجى نظام جديد، إدارة جديدة لها رؤية اقتصادية كينزية يعني تعود إلى ماضي ولكن محدثة، ولها هناك استجابة شعبية لموضوع البنية التحتية والاستثمار بالبنية التحتية وتحسين الخدمات الرفاه الاجتماعي. أو فهنا الفرق، نفس النظام ديمقراطيا يعني أجوا بشكل ديمقراطي الديمقراطي، لكن عم بينتجوا سياسة اقتصادية مختلفة بتقديري أكثر قابلة لتحقيق التنمية حتى في دولة زي أمريكا اللي فيها فقراء وفيها تهميش. طيب أستاذ رجا، كيف يمكن لعدم الرضا الدولي عن الانتقال الديمقراطي في بلد ما أن يعيق عملية التنمية الاقتصادية؟ بمعنى هل ممكن للمجتمع الدولي أن يلعب هذا الدور في إعاقة التنمية الاقتصادية في دولة ما حتى لا يحصل فيها انتقال ديمقراطي؟ أنا بتقديري لم نرى حقيقة تدخلات خارجية ولا في منطقتنا ولا في دول ما بعد الاستعمار، خلينا نقول في أفريقيا والأمريكا اللاتينية، لم نشهد تدخلات خارجية سياسية لأغراض سياسية، يعني ما يعني أو على الأقل لأغراض الانتقال الديمقراطي. يعني لم ربما بعد الأصوات وبعد الخطابات وبعد المطالب، لكن لم تكن تدخلات بمعنى يعني الولايات المتحدة لا تفرض على إيران عقوبات بسبب نظام غير التسلط. بيفرض عليه لأسباب أمنية، لأسباب جيوأمنية، ونفس الشيء بالنسبة للدول النامية بغض النظر عن مدى انتقالها نحو الديمقراطية. بتقدير التدخل الخطير أو التدخل اللي شفناه كثيرا هو التدخل الاقتصادي لأغراض الاقتصاد. يعني التدخل، استخدام السلاح الاقتصادي، إن كانت عدم منح المساعدات والقروض أو غيرها تجارية لكي تغير دولة من الدول سياستها الاقتصادية الداخلية وعلاقتها والعلاقات، يعني لتنتقل من الاشتراكية إلى الرأسمالية، لتحرر سوقها الذي لا زالت الدولة مثلا مسيطرة عليها زي كثير من الدول. فهذه هنا الخطورة. هنا التدخل الخارجي اللي شاهدنا من خلال صندوق الدولي وغيرها من الجهات. شكرا أستاذ رجا الخالدي، الباحث في التنمية الاقتصادية ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس، على مشاركتنا في هذه الحلقة. والشكر لكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة وقراءة ثانية.